مصر عادت شمسك الذهب تحمل الأرض وتغترب، فمن جديد تشرق شمس مصر في بقعة جديدة، في بقعة تحمل معها الخير والرخاء للمصريين جميعا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد من أرض الأمل والخير، من الجنوب، من تشكى، من تشكى الخير. فهنا كان الحلم المصري القديم بإنشاء واد جديد موازي للوادي القديم، حلم لطالما ظل يتردد صداه دون أي جدوى، وفي سنوات قليلة تحول الحلم إلى واقع، حلم تحول إلى واقع بإرادة مصرية صلبة وبعزيمة لا تقهر وبسواعد الرجال. تحول الحلم إلى حقيقة ليكون قاطرة للتنمية وبحق في جنوب الوادي. اليوم يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجولة تفقدية في تشكى الخير في محافظة أسوان ليشهد سيادته بدء موسم الحصاد للقمح، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وأيضا تحقق مزيدا من فرص العمل لآلاف من الشباب هنا في الجنوب في صعيد مصر. إذن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح الذهب الأصفر الذي عرفه المصريون قديما ورسموه على جدران المعابد، وذلك لأهميته الاستراتيجية. اليوم يتم بدء حصاد ما يصل إلى 217,700 فدان من القمح، تنتج ما يقدر ب 550,000 طن سنويا. حصاد يعطي رسالة طمأنة للمصريين جميعا. هذه الرسالة تأتي في وقت حرج وحساس في ظل صراعات تموج بالمنطقة ككل وأزمة روسية أوكرانية يترقبها العالم. فالقيادة السياسية تؤمن وتدرك جيدا بأن القمح سلاح استراتيجي، هذا السلاح تضغط به الدول المصدرة على الدول المستوردة لتحقيق أهدافها. من هنا كان القرار قرار بتوسعة الرقعة المزروعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، محافظة أسوان صاحبة أعظم المشروعات التي تقام على أرضها الطيبة، بدءاً من مشروع خزان أسوان، مروراً بالسد العالي وتوشكا وكيما والطاقة الشمسية والكثير والكثير. رسائل طمأنة للمصريين باتخاذ خطوات على أرض الواقع للعمار والنماء والخير القادم، بتحويل الصحراء إلى أرض يكسوها اللون الأخضر بعد تدشين مشروع توشكا الخير في أسبوع الصعيد بالأمس القريب. فمشروع توشكا بالفعل هو خير وفير قادم للأجيال الحالية والقادمة، والذي أعيد إحياؤه بعد توقفه لعدة سنوات. فالقيادة السياسية تضع الأمن الغذائي ضمن أولويات الأمن الاستراتيجي للدولة، ونظراً لأهميته في الحفاظ على سيادتها. فمشروع توشكا أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها البلاد، بالنظر إلى حجم المردود والعوائد الاقتصادية المنتظرة منه، وتضاعفت أهميته في ظل الظروف والتحديات التي تواجه العالم في مجال الأمن الغذائي. واليوم نشهد بدء موسم حصاد القمح من أرض الخير، وخير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ أيمن عقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السيد الرئيس، الحضور الكرام، موسم حصاد القمح يأتي حاملاً معه بشائر الفرح والعطاء والخير، فهو رمز الرخاء على مر العصور. نشاهد الآن فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان أرض الخير. موسيقى
مصرية يشق المصريون طريقهم في بناء اقتصاد وطني قوي يحقق الاكتفاء الذاتي عبر مشروعات ما كانت لتتجلى دون رؤية مستقبلية لقيادة سياسية لطالما آمنت بجدوى الحلم والتحدي والإنجاز. القمح، الذهب الأصفر، أول نبات اهتم به القدماء المصريون، وعليه نشأت أعظم الحضارات. وقد عرفت مصر القمح منذ آلاف السنين ونقشت رسوماته على جدران المعابد. وللأهمية الاستراتيجية للقمح، فقد كان على رأس أولويات القيادة السياسية لسد الفجوة الغذائية بين الاستهلاك والاستيراد، فتم استصلاح آلاف الأفدنة وزراعتها بالقمح هنا في جنوب الوادي، الأرض الواعدة. تتجلى ثمار جهود الدولة بزراعة مساحة من الأرض الزراعية بلغت 217,700 فدان تنتج ما يقرب من 550,000 طن سنوياً. هنا يتجدد الحلم في منطقة توشكا، أحد أهم المشروعات القومية في قطاع الزراعة، عبر تحقيق الاستغلال الأمثل لمياه بحيرة ناصر، حيث امتدت إليها أياد التنمية، فتم زراعة 63,900 فدان للقمح. وإلى شرق العوينات، حيث بلغت المساحة المنزرعة فيها 145,200 فدان. وفي منطقة عين دلة تم زراعة 4,550 فدانا. وفي الفرفرة تم زراعة 4,050 فدانا. ولم تتوانى الدولة المصرية في توفير تقنيات الزراعة الحديثة والاستعانة بأحدث الماكينات الزراعية اللازمة لزراعة وحصاد القمح. مع الاستمرار في بناء منظومة متطورة من الصوامع بمناطق متنوعة في شتى أنحاء الجمهورية للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي، فتم إنشاء 7 صوامع جديدة بإجمالي طاقة تخزينية 420,000 طن، وهم صومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بسعة تخزينية 90,000 طن، صومعة بني سلامة بمحافظة الجيزة بسعة تخزينية 60,000 طن، صومعة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية بسعة تخزينية 90,000 طن. صومعة بوسوير بمحافظة الإسماعيلية بسعة تخزينية 30,000 طن. فضلا عن 3 صوامع بمناطق الحمام والخرجة وصان الحجر بإجمالي طاقة تخزينية 150,000 طن. واليوم نشهد بدء موسم حصاد ما زرعناه على تلك الأرض الطيبة، لنعيد مصر إلى سلف عهدها ومجدها كدولة زراعية تسعى لتلبية احتياجاتها من القمح. لتثبت مصر دائما وأبدا أنها كانت وسوف تبقى أرض الخير.
السيد الرئيس، الحضور الكرام، قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهدافاً استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يواجه العالم دول العالم حالياً العديد من الأزمات التي تؤثر على عمليات تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد السلاسل العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب. ولذلك نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، من خلال إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، أيضا الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، أن يكون الإنتاج صحي وآمن مع الحفاظ على استدامة الموارد. هذا ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدد ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية. وباعتبار أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير الخامات للصناعات، وأيضاً مساهمة ملموسة في الناتج القومي والصادرات الزراعية وتشغيل العمال، فقد أوليتم سيادتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة. تمثل ذلك في التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، والبيانات المعروضة توضح الزراعة المصرية في أرقام. استبلغ إجمالي المساحة الزراعية الكلية 9.7 مليون فدان بإجمالي مساحة محصولية حوالي 17.5 مليون فدان، كما يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً حوالي 17% من الصادرات الزراعية. وبناء على ذلك فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تمثل أهمها في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية، أيضاً تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل الفجوة، أيضاً إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. ولقد كانت توجيهات فخامتكم لتدعيم هذا الملف من خلال المحاور التالية: أول محور هو التوسع الأفقي، المحور الثاني وهو التوسع الرأسي، المحور الثالث وهو تطوير البنية التحتية. فبالنسبة لمشروعات التوسع الأفقي نجد أنها تتركز في مشروعات متعددة تشكى والموجودين نحن فيه الآن، وأيضاً مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مشروع الدلتا الجديدة العملاق، أيضاً مشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان، ومشروع غرب المنيا، بالإضافة إلى مشروعات التوسع في الوادي الجديد. وتستندت استراتيجية الدولة إلى توجيه الأجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، بما سوف يساهم في تخفيض الفجوة. أما على صعيد محور التوسع الرأسي نجد أنه يتركز في استنباط أصناف ذات إنتاجية أعلى، أيضاً أصناف مبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، مع إضافة أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية، أيضاً حرصنا على زيادة نسبة التغطية من التآوي المعتمدة مع اعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في زيادة الإنتاجية. وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية فقد كانت المشروعات القومية الكبيرة أهمها المشروع القومي للصوامع
والذي أدى إلى زيادة الساعات التخزينية. أيضاً المشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، أيضاً تطوير وتحديث نظم الري. وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة أولاً إلى الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية من خلال مجموعة من المحاور. أيضاً المحور الثاني يتمثل في الاتجاه إلى زيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، مع تطوير وتحسين البنية الداعمة والمحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي. وبناء على ما تقدم، أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية المصرية كما هو موضح، لدينا مجموعة متعددة من المحاصيل والسلع تحقق اكتفاء ذاتي وبها فائض للتصدير، زي الفاكهة والخضر والدواجن والألبان وبيض المائدة وغيرها. أيضا عندنا مجموعة من السلع أيضا يحقق منها اكتفاء ذاتي، أهمها المحاصيل السكرية إن شاء الله وصلت إلى 90%، الأسماك أيضا قاربت على الاكتفاء الذاتي. لدينا مجموعة من المحاصيل بها فجوة، إن شاء الله مع مشروعات التوسع الأفقي سوف يعني تنخفض هذه الفجوة إلى حد كبير. ده المعروض يوضح رأي المؤسسات الدولية التي أشادت بالقطاع المصري حسب تقرير مارس 2022. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي. واليوم ونحن بصدد تشريف فخامتكم لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح الذهب الأصفر من مشروع تشكى الخير، أرجو أن ألقي الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلية له في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. تبلغ المساحة المنزرعة من القمح هذا العام 3,650,000 فدان، بزيادة حوالي 450,000 فدان عن عام 20، وبزيادة 250,000 فدان عن عام 21. الإنتاجية المتوقعة من هذه المساحة 10 مليون طن. في هذا الصدد أرجو أن أشير إلى أن متوسط الإنتاجية حالياً للفدان حوالي 19 أرداب للفدان، وهنا أشير إلى أن الدولة المصرية تعتبر من أعلى الدول في الإنتاجية لوحدة المساحة للفدان. وتشير التقديرات المعروضة لموسم حصاد هذا العام إلى أن نسبة كبيرة من الحصاد سوف تكون إن شاء الله في شهر مايو، حوالي نسبة 75% من الحصاد سيكون في شهر مايو، ونسبة حوالي 15 إلى 17% خلال شهر أبريل، وباقي النسبة حوالي 8% أو 10% خلال شهر يونيو. هذا وقد اتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام، تمثل أهمها في زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250,000 فدان، أيضاً إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية، وده الأول مرة، مع توجيه سيادتكم لتقرير حافز استثنائي. أيضاً المشروع القومي للصوامع والذي أدى إلى زيادة الساعات التخزينية. أيضاً حرصنا على زيادة الحقول الإرشادية لتدعيم الفلاح وتوعيته، وصلت إلى 21,000 حقل، مع زيادة نسبة التغطية من التأول المعتمد. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح هو من دولتي روسيا وأوكرانيا، فنرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين، خاصة وأن لدينا 22 منشأ يمكن الاستيراد منهم للقمح في دول متعددة التي تنتج القمح. أما على صعيد إجراءات التي قررتها الدولة لتحفيز الفلاحين والمزارعين لزيادة حجم التوريد، فقد تم اتخاذ عدد من القرارات، أهمها التنسيق مع وزارة التموين وبمتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء بزيادة نقاط البيع لتصل إلى أكثر من 450 نقطة، أهمها في لتسهيل عمليات التوريد. أيضاً توجيهات دولة الرئيس أن يتم السداد النقدي والفوري خلال بحد أقصى 48 ساعة، بحيث نشجع الفلاح على أن يحصل أموال. أيضاً وجهنا كل المديريات التعاونية والجمعيات التنسيق مع المحسادة المحافظين ومع وزارة التموين في سبيل زيادة الوعي لدى المزارعين. أيضاً هناك قرار بإصدار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بالتصريح. وختاماً نؤكد لسيادتكم أنه في ضوء وجود احتياط استراتيجي مناسب حالياً مع وجود الساعات التخزينية، أيضاً خطة الدولة في تنويع وتعدد المناشئ التي يمكن الاستيراد منها، أيضاً إجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول القمح هذا العام،
وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام. نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، أيضاً تدعيم إجراءات التوسع الرأسي والتي أدت إلى زيادة إنتاجية، نستطيع القول بأن الدولة المصرية بجهود قياداتها المخلصة ووطنية مزارعها تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم. وشكراً. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز أرصدتها من السلع الاستراتيجية لزيادة حجم احتياطيات مصر من السلع الرئيسية. عن هذا المضمون يحدثنا الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. السلام عليكم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اسمحوا لي أن أوضح استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على مستوى السلع الغذائية الأساسية وأهمية مشروع الصوامع. تعتمد الاستراتيجية المصرية في توفير السلع الأساسية على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول وهو توجيه سيادتك بأهمية ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع عن 6 أشهر. المحور الثاني وهو رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصول السلع في كافة أنحاء الجمهورية، ده أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع وكذلك المنافذ التي وصلت أكثر اليوم من 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك لابد من توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير مثل هذه السلع، وتفضلتم سيادتكم بتوفير 1.8 مليار دولار في أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياط الاستراتيجي في السلع المختلفة. هذا الموضوع أدى إلى قدرة مصر زي ما سمعنا من معالي وزير الزراعة إلى تحمل صدمات خارجية سواء أثناء فترة كورونا أو ما سميناه موجة التضخم بعد الكورونا أو ما نعانيه اليوم من الأزمة الروسية الأوكرانية. فنجد على مستوى القمح الذي يخدم 71 مليون مواطن في توفير 250 ل 270 مليون رغيف يوميا، نجد ان النهارده واحنا موجودين عندنا 2.6 مليون طن من القمح المستورد، ونستهدف 5.5 مليون طن من القمح المحلي الى 6 مليون، هيدينا 6.6 شهر. اذا احنا النهارده ولاول مره نقدر نتكلم مع كل الظروف العالميه الضاغطه في هذا الموضوع ان احنا عندنا حتى نهاية يناير العام القادم كاحتياطي استراتيجي من القمح، بمعنى اكتر من 6 شهور ويصل ل9 شهور. بالنسبة لسلعة السكر، تم رفع القدرات الانتاجية من سلعة السكر ووصلنا من 2017 كان عندنا اكتفاء ذاتي 75%، النهاردة بنتكلم عن 89 ل90%، وإن شاء الله بعد افتتاح سيادتك للمصنع القناة في غرب المنيا على الشهر القادم أو في يونيو إن شاء الله يكون هناك بإضافة هذه القدرة الإنتاجية اكتفاء ذاتي على عام 2023 من السكر. ودائما مع قلة من المساحة المنزرعة من قصب السكر بيتم زيادة المساحات من البنجر، والسنة اللي فاتت بس احنا استوردنا 200,000 طن سكر خام، بينما في 2017 استوردنا 1,000,000 طن سكر خام. اللي بعده ومستوى الاحتياطي اكتر من 6 شهور، الموسم لسه ما كملش، احنا عندنا لسه مايو ويونيا ونص يوليا في انتاج السكر سواء من قصب السكر او من البنجر. بالنسبة لسلعة الرز، احنا مصر لديها اكتفاء ذاتي منذ
القديم الأزل في الأرز، ولكن عملية تنظيم واستمرار عملية توريد أثناء العام، فلدينا تعاقدات وعندنا احتياطي يغطي أكثر من 6 أشهر، وإن شاء الله موسم الرز هذا العام يبدأ في سبتمبر، وبالتالي ليس لدينا أي نقص في هذه السلع الهامة، مع إضافة كذلك المكرونة على السلع التموينية. بالنسبة لسلعة الزيت، هناك تحدي حقيقي في الاكتفاء الذاتي من سلعة الزيت بسبب ما نعتمد على استيراد الزيت الخام، ولكن هناك مبادرات تم القيام بها بحيث أن احنا نشجع أصحاب المعاصر والقدرات لإنتاج الزيت الخام على استيراد البذرة، وأن احنا ناخد منهم زيت خام معصور في داخل جمهورية مصر العربية. هذه المبادرة بقى لها لتاني سنة، استطعنا أن احنا نحقق حوالي 42% من زيت محلي ولكن من بذرة مستوردة، والتاني 58% مستورد من زيت خام. بالإضافة إلى مبادرة تمت مع وزارة الزراعة أن احنا ابتدينا هذا العام زراعة 250 ألف فدان من فول الصويا، وكذلك 100 ألف فدان من عباد الشمس، ودول يمكن يحققوا لنا 10% بالإضافة لما تم عمله في هذا الموضوع. ولدينا احتياطي استراتيجي حتى هذه اللحظة 5 أشهر و4 من عشرة، ومستمرين في فتح الاعتمادات واستيراد الزيوت المطلوبة. بالنسبة للحوم، هناك فجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج المحلي تقدر بحوالي 40%، ولكن بيتم استعادة هذه الفجوة. هناك مبادرات مع وزارة الزراعة، وهناك مبادرات مع الخدمة الوطنية، ولكن احنا بنستعيد هذه الفجوة باستيراد اللحوم المجمدة من البرازيل، ودعم الشركة المصرية السودانية لتوفير اللحوم الحية من السودان. ولدينا احتياطي بالنسبة للحوم الحية لمدة 16 شهر، يعني التعاقد بتاعنا مستمر مع الجانب السوداني بحيث بيغطي حتى أغسطس 23، يعني العام ده والعام القادم. بالنسبة للدواجن، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن في جمهورية مصر العربية، ولكن في بعض الأوقات وخاصة في فترة الشتاء بيتم النقص في الإنتاج المحلي، وبالتالي بيتم استعادته باستيراد الدواجن المجمدة. بالنسبة للدواجن المجمدة عندنا الاحتياطي بتاعها 7.3 من عشرة، والحمد لله متوفرة، وبتحاول برضو تظبط السوق مع المحلي اللي موجود. وبالتالي نقدر نبص بالنسبة للقمح، هو من أهم الأمور إن إحنا عندنا 2.6 من عشرة من المستورد حتى هذه اللحظة، ومتوقع 6.6 من عشرة من محصول هذا العام، وبالتالي لدينا أعلى من 9 أشهر. بالنسبة للأرز أكثر من 6 أشهر، والموسم القادم يبدأ في 2022 في سبتمبر. بالنسبة للسكر التمويني أكثر من 6 أشهر، وإن شاء الله يكون هناك اكتفاء ذاتي في العام القادم. بالنسبة للزيت التمويني، دعم المبادرات المحلية بحيث نزيد من الزيوت المحلية والبذور المحلية، وده إن شاء الله ينمو مع وزارة الزراعة. وعندنا 5.4 من عشرة الدواجن الحية، اللحوم الحية 16.4 من عشرة شهر، الدواجن المجمدة 7.2 من عشرة. هناك رسالة اطمئنان وطمأنينة مع كل الظروف التي يمر بها العالم وكل الصدمات الاقتصادية التي تحدث من حولنا، ولكن هناك إرادة سياسية حقيقية وتوجيه من فخامتك في أهمية الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي حتى يمكن استمرار الإمداد لهذه السلع الأساسية. بالنسبة لأهمية مشروع الصوامع، وده كان مبادرة ومن سيادتك في الفترة ما بين 2014 حتى الآن، زيادة الساعات التخزينية. النهاردة بنتكلم عن 3.4 من عشرة مليون طن قدرة تخزينية. ما كان يمكن أن نحافظ على احتياط استراتيجي 6 أشهر إلا إذا كان لدينا مثل هذه الساعات. نمرة 2، وهي هامة جدا، انتهاء من مفهوم الفاقد الذي كان يحدث سنويا في محصول القمح،
وبمنتهى البساطة الفاقد السنوي الذي كان يحدث إذا اعتبرنا أنه هو 10% مش 15% يمثل حوالي 6 مليار أو 6.5 مليار جنيه سنويا، وهو قيمة المشروع حتى هذه اللحظة تكلف 7.5 مليار جنيه، بمعنى ما تم توفيره في الثلاث سنين اللي فاتوا فاق تكلفة المشروع الكلي. طبعا هذا هدفه الأساسي الحفاظ على الأقماح الموجودة في داخل جمهورية مصر العربية لطول العام بدرجة جودة متميزة وعالية، ومن ثم يمكن الاستمرار في إنتاج رغيف الخبز بجودة طول العام. الواقع النهاردة اللي عندنا في الصوامع، عندنا الشركة المصرية القابضة للصوامع لديها 2.5 مليون طن صوامع، الشركة القابضة للصناعات الغذائية لما لها من المطاحن اللي عندها، وكذلك كان أحد المشروعات صوامع تبع المطاحن 600 ألف طن. بالنسبة للشركة العامة للصوامع وهي معظمها صوامع المواني عبارة عن 300 ألف طن، يعني حوالي 3.4 مليون طن. البنكرز اللي هي حضرتك تقريبا صومعة أفقية، دول كانوا اتعملوا في تطوير من الشون السابقة وحوالي 166 ألف طن سعة تخزينية. هناك تخطيط هنا منظر مصر هون الحمد لله، كل النقاط الحمراء دي عبارة عن موقع الصوامع ومن ثم متغطية، ولكن هناك مشروع مستقبلي لزيادة الساعات التخزينية في الصوامع في ثلاث مراحل. المشروع الأول هو عمل 60 صومعة حقلية بسعة 10,000 طن، لكل صومعة هتديني 600 ألف طن، ودي هيرفع كفاءة شبكة استقبال الأقماح وتوزيعها. النقطة الثانية وهي مهمة جدا جدا جدا، وهي إيجاد الصوامع في مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة، ومنها تشكى واحد وتشكى اثنين وشرق العوينات والدلتا الجديدة أو مستقبل مصر وكافة وشرق وقنا والفرافرة، هذه المناطق كلها فيها مستقبل جامد جدا للزراعات، والنهاردة بتنتج، وبالتالي لابد أن يكون لدينا الساعات التخزينية اللازمة لتخزين هذه الأقماح حتى نقلل تكلفة اللوجستيات كلها، وإلا هننقل ده هيبقى في منتهى الصعوبة، بالإضافة إلى زيادة ساعات لمواقع حقيقية موجودة النهاردة بحيث يمكن أن نزود لها ساعات وبالتالي نقلل التكلفة، ومن ثم تبقى 600 ألف طن، يبقى عندنا حوالي 1.8 مليون طن مشروعات إن شاء الله جارية. الصوامع الحقلية جاري تنفيذها الآن، وفي 6 صوامع في 2 منهم هيدخلوا في هذا الموسم. أستاذنا حضرتك في افتتاحات الفيديو كونفرنس لبعض الصوامع، مجمع صوامع سعة 90 ألف طن مدينة الصلحية الجديدة بمحافظة الشرقية. مجمع صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة عرب العلاقات محافظة القليوبية. مجمع صوامع سعة 60 ألف طن بمدينة بني سلامة بمحافظة الجيزة. صومعة سعة 30 ألف طن بمدينة أبو سوير محافظة الإسماعيلية.
شكرا يا فندم. يدعم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة خطط التنمية الشاملة المستدامة للدولة، ويشارك مع أجهزة الدولة المختلفة والمراكز العلمية والبحثية المتخصصة في العديد من المشروعات، ومن بينها مشروع توشكا الذي يعتبر إضافة جديدة للأمن الغذائي وللثروة الزراعية. كلمة اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، يطيب لي أن أرحب بسيادتكم في إحدى بقاع جنوب مصر التي تفيض بالخير وتجود بالعطاء وتخرج لنا من باطنها زرعاً مختلفاً ألوانه. وبعد مضي 4 أشهر من افتتاح مزرعة توشكا، يأتي لقاؤنا اليوم تأكيداً على العهد الذي قطعناه على أنفسنا بالسعي نحو محاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية، وخاصة محصول القمح الذي يعد أهم هذه المحاصيل وأكثرها تأثيراً على الحياة اليومية المصرية. وها نحن اليوم نحصد ما غرزته أيادينا في بداية موسم الحصاد لهذه السلعة الاستراتيجية التي تحظى بعناية كبيرة وبأهمية قصوى لدى الدولة المصرية، التي خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بها والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرج لنا أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجي. سيادة الرئيس، مع احتفالاتنا هذه الأيام بالعديد من المناسبات الدينية والقومية، تهب علينا نسمات الخير والبركة وكأنها رسالة ربانية بأن الله سبحانه وتعالى سيبقى حافظاً لهذه الأمة من تقلبات الزمن والمتغيرات الحادة والمتسارعة التي تواجهنا في هذه الأيام. وأننا إذ ننتهز هذه المناسبة كي نهنئ سيادتكم وشعب مصر العظيم بأعياد تحرير سيناء الحبيبة، وكذا ذكراً صار العاشر من رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما نوجه التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله عز وجل أن يديم علينا وحدتنا التي هي أهم أسرار صلابة وتماسك هذا الوطن. سيادة الرئيس، تنفيذاً لتوجيهات سيادتكم المستمرة وتحقيقاً لمفهوم الأمن الغذائي ومساهمة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، فقد تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بكل من توشكا والعينات والفرفرة وعين دالة بإجمالي إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن، تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة سايلو فودز. ونتطلع في نهاية هذا العام والعام المقبل إن شاء الله إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية بالدولة، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 2 مليون طن، وذلك طبقاً لأقصى مقنن مائي بالمنطقة. وفي المستقبل القريب يتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة، ليصبح الإجمالي العام 1.2 مليون فدان بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 مليون طن. سيادة الرئيس، لم يقتصر دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على الزراعة فقط، بل امتد إلى التعاون مع أجهزة الدولة في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك في كافة ربوع الجمهورية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي من 20% إلى 30% بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات. وفي مجال اهتمام سيادتكم ببناء أجيال جديدة قوية وقادرة على تحمل المسؤولية، كانت توجيهات سيادتكم بالاشتراك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في توفير التغذية المدرسية لطلبة المدارس بتوزيع 600 مليون وجبة على مدار العام الدراسي الحالي ل 13.5 مليون طالب.
فضلاً عن إنشاء المشروعات الجديدة المخطط افتتاحها خلال هذا العام بمشيئة الله بمجمعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية المتكاملة، مصنعي الجبن الجاف والنصف جاف والجبن الأبيض بأنواعه، وحدات إنتاج البيض، ومصنع منتجات البطاطس والمرحلة الثانية من شركة سايلو فودز، والتي تساهم في سد جزء من الفجوة الغذائية للمواطن المصري، وذلك في الإطار التنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحافظة على الاحتياطيات من السلع الغذائية والاستراتيجية. سيادة الرئيس، طبقاً لتوجيهات سيادتكم، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يتوقف عن الحلم في تنفيذ المشروعات القومية في شتى المجالات والتي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية. رؤية فيها الالتزام بالاشتراطات البيئية والتي تسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث والانبعاثات الضارة. فقريباً وخلال هذا العام سنشهد افتتاح العديد من المشروعات القومية في مجالات متعددة، مصنع إنتاج أجهزة الري المحوري بالشراكة مع القطاع الخاص، ومجمع الأسمدة الأزوتية المتكامل، ومصنعي إنتاج الرخام والجرانيت، ومصنع إنتاج الكوارتز الطبيعي، ومصنعي التركيز والفصل للمعادن الصخيلة من الرمال السوداء. وجري العمل حالياً في مشروعات قومية أخرى، منها مصنع لإنتاج الفلسبار والكوارتز الصناعي واللابيتك، خلية السيليكا صديقة البيئة، ومصنع الأسمدة العضوية، ومصنع لدباغة الجلود بالتعاون مع الجانب الإيطالي، ومصنع لإنتاج الكيماويات المستخدمة في دباغة الجلود بالتعاون مع الجانب الألماني والهولندي، ومصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائي والصناعي، ومصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات بالتعاون مع الجانب الأمريكي شركتي يوفاك وميفاك، ومصنع لإنتاج الضمادات الطبية بالتعاون مع شركة بي آي إل الكندية، ومصنع مشتقات البلازما بالإضافة لإنشاء وتشغيل 20 مركز للتورع ببلازما الدم بالتعاون مع شركة جريفولز الأسبانية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مشروعات خدمات الاتصالات من خلال الحمل التجاري للقمر الصناعي تيبا 1 وإنشاء وإدارة أبراج الاتصالات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحضور الكريم، إن التاريخ سيتوقف طويلاً متعجباً أمام التجربة المصرية النابعة من قوة وإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر، شعب مصر الأبي الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحداً غيره، فصبر وتحمل ومضى في طريقه رافعاً شعار نكون أو لا نكون. وقد رأى العالم كله كيف تحولت مصر في أعوام لا يتخطى تعدادها أصابع اليد الواحدة من فوضى خلاقة تكاد تضيح بالأخضر واليابس إلى واحة من الأمن والاستقرار. فما تحقق على أرض مصر من نهضة اقتصادية وعمرانية سيكون مرتكزاً للانطلاق لبناء الجمهورية الجديدة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري. سيد الرئيس، إن الطريق ما زال أمامنا طويلاً، وما تم تحقيقه على صعيد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره ولتحفظ للمواطن المصري كرامته والحفاظ على مقدراته وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. لقد وفقنا الله عز وجل في تنفيذ هذه المشروعات بدعم ومتابعة سيادتكم ومعاونة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وتعاون الوزارات وأجهزة الدولة، كما أود الإشارة إلى العمل الجاد الذي قام به الرجال الشرفاء من الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات ورجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب لتحقيق هذا الإنجاز. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد استعراضنا للمشروعات الجديدة التي تضيف رصيد يصب في خانة الاقتصاد الوطني، نعاهد سيادتكم ألا تتوقف عجلة البناء بنفس الروح والإصرار والعزيمة حتى نصل في النهاية لتحقيق الأهداف المنشودة التي تصبو إليها مصرنا الغالية. حفظ الله مصر وشعبها الأبي من كل مكروه وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أمر. سيد الرئيس، بنستأذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية إذانا ببدء موسم حصاد القمح. وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش.
مشاهدينا الكرام، لا شك أن الأمن الغذائي هو قضية أمن قومية، فالأمن الغذائي تضغط به الدول التي تقوم بتصدير المنتجات الغذائية الاستراتيجية على الدول التي تستورده كي تلبي أهدافها. لذا تسعى كافة الدول على توفير الأمن الغذائي محليا وأيضا متطلبات الأسواق لديها. يسعدنا أن يكون معنا هذا اللقاء مع معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية السيد القصير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. معالي الوزير، يعني النهاردة بداية موسم حصاد القمح من توشكا من أرض الخير، يعني شايف النهاردة يوم بيمثل إيه لوزارة الزراعة تحديدا وللمصريين أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا وجودنا في هذا المكان العظيم، مشروع توشكا الخير اللي يعني أطلقه فخامة السيد الرئيس وزاره في ديسمبر 2021، كان بيتابع محصول زراعة القمح، وإحنا النهاردة في موسم الحصاد سيتم نشرف بحضور فخامة السيد الرئيس لإطلاق بدء موسم الحصاد اللي بنسميه الذهب الأصفر. وبهذه المناسبة دعني أن أنا يعني أقول لكل مزارعي وفلاحي مصر كل سنة وانتم طيبين، لأن ده بيعتبر عيد بالنسبة للفلاحين والمزارعين. هذا المشروع العملاق يعتبر أحد المشروعات القومية اللي أطلقتها الدولة المصرية في إطار تدعيم منظومة الأمن الغذائي. زي ما حضرتك قلت كده، أصبحت مسألة الأمن الغذائي مسألة أمن قومي، وبالتالي الدولة المصرية بتتجه إلى مجموعة من المحاور لتدعيم هذا الملف. وهذا المشروع يعتبر من المشروعات، أحد المشروعات الكبيرة التي تدعم هذا الملف. هذا المشروع يمكن إحنا النهاردة يمكن سيادة الرئيس هيطلق يعني بدء حصاد حوالي 65 ألف فدان مزروعين قمح، أيضا دي تمثل المرحلة الأولى. المشروع كله على بعضه يعني عندنا حوالي 110 ألف فدان منزرعين سواء قمح أو نخيل بأنواعه المختلفة، ودي إن شاء الله هترتبط بها صناعات ومشروعات مرتبطة كتيرة زي التصنيع الزراعي، زي الصوامع، زي محطات الغربلة، زي محطات التقوي، مشروعات كتيرة جدا، وبيترتب عليها إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتشغيل الشباب وتشغيل المرأة في مناطق الصعيد. كل دي مشروعات، ده بيؤدي إلى تخفيض الفجوة في السلع الاستراتيجية، ويؤدي إلى مزيد من الإنتاج، ويؤدي إلى مزيد من الطمأنة الشعب المصري ان الانتاج قدامك، مساحات كتيرة بتضاف. احنا عندنا كمان هذا المشروع برضو لو تسمح لضيف ان في المرحلة الثانية ان شاء الله في اكتوبر موسم زراعة القمح العام القادم سوف تضاف حوالي 300 ألف فدان. يبقى إذن هذا المشروع لوحده حوالي أكثر من 370 ألف فدان، بينتجوا أكثر من حوالي مليون وربع أو مليون طن. ده في هذا المشروع الوحيد، ده بيؤدي لتخفيض الفجوة، بيؤدي إلى زيادة نسبة التغطية، رفع نسبة الاكتفاء الذاتي. فده مشروع عملاق له يعني مزايا متعددة زي ما حضرتك قلنا كده. يعني نستطيع أن نقول أن اليوم هي رسالة طمأنة، رسالة طمأنة لكل من ينظر في إلى المتغيرات في العالم من حولنا، وإلى أيضا الصراع الروسي الأوكراني. فاليوم مصر هي على طريق الخطوات أو الخطوة الصحيحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ما هي المحاور التي اعتمدت عليها الدولة لدعم ملف الأمن الغذائي وأيضا زيادة الرقعة الخضراء من الأراضي الزراعية؟ طبعا يمكن اسمح لي ان نقول ان يمكن السبع سنين اللي فاتوا او السبع وشويه دول شهدوا نهضه غير مسبوقه ودعم غير مسبوق من فخامه السيد الرئيس بدعم ملف الامن الغذائي، لان قطاع الزراعه في حد ذاته والامن الغذائي ده قطاعات تشابكيه، يعني بتستوعب جانب كبير من عمالة، اكثر من 25%، بتساهم في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 15%، بتساهم في الصادرات السلعيه المصريه باكثر من 17%، له محاور كتير. قطاع تشابكي النمو فيه يؤدي لنمو في قطاعات اخرى، وبالتالي كانت توجيهات فخامه السيد الرئيس مع وجود الازمات اللي موجوده. احنا يا دوب خرجنا من ازمه كورونا ومساله اضطراب سلاسل الامداد العالميه، ثم ازمه الروسيه الاوكرانيه، دي كلها محاور دعت الدول كلها انها تضع ملف الامن الغذائي اصبح في حاجه ماسه الى ان ندعم هذا الملف. والدوله المصريه يمكن اصبح في اولوياتها هذا الملف. عندنا محاور متعدده لدعم هذا الملف تمثل في اهمها مشروعات التوسع الافقي. احنا عندنا
بنستهدف الدولة المصرية بتوجيهات فخامة السيد الرئيس ان احنا يعني نستصلح حوالي 3.5 الى 4 مليون فدان خلال السنتين او الثلاثة القادمين، اللي هو مشروع تشكى الخير اللي احنا فيه، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مشروع الدلتا الجديدة العملاق، مشروعات في غرب المنيا، المشروعات في الوادي الجديد، كل دي مشروعات، مشروع المليون ونص فدان تنمية الريف المصري، دي كلها مشروعات بتؤدي الى زيادة كبيرة في مساحة الرقعة الزراعية، وبالتالي بتؤدي الى ان نسبة كبيرة من هذه الاراضي بتستخدم للمحاصيل الاستراتيجية اللي يترتب عليها تخفيض الفجوة، رفع نسبة الاكتفاء الذاتي. فكل دي مشروعات. المحور الثاني اللي الدولة المصرية بتشتغل عليه محور التوسع الرأسي، وهو محاولة زيادة الانتاجية من خلال استنباط اصناف جديدة عالية الانتاجية. احنا بالمناسبة نعتبر من اعلى الدول في انتاج وحدة المساحة بالنسبة للقمح، متوسط 19 أرداب للفدان، من أعلى الدول في هذه الإنتاجية. محور أيضا الاستنباط أصناف تتكيف مع التغيرات. إذا نستطيع أن نقول أن مصر على الطريق الصحيح لزيادة الرقعة وحماية أيضا أمنها الغذائي الذي يعد بمثابة أمن قومي. يعني أخيرا، ما هي توجهات يعني معاليك معالي الوزير للفلاحين لتوريد القمح ونحن يعني على مشارف موسم توريد القمح؟ احنا طبعا عندنا متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء. احنا يمكن بالتنسيق مع وزارة التموين زودنا نقاط استلام القمح بحيث تبقى قريبة من الموزعين، اكثر من 450 نقطة استلام وخاصة في مناطق التركز. توجيهات دولة رئيس الوزراء ان احنا ندفع نقدا وبسرعة وفورا في خلال حد اقصى 48 ساعة. ايضا مسألة الجمعيات التعاونية والتنسيق مع المحافظات والمواطنين في سبيل يعني الاصراع بتوريد الكميات المحصول بحد ادنى 12 ارداب بالفدان، لكن احنا بنطالب المزارعين والفلاحين انهم يعني يوردوا كل كامل انتاج، واحنا بنراهن على وطنيه الشعب المصري والمزارعين بصفه خاصه اللي يعني وجدناهم يعني داعمين للدوله في اي وقت. يعني بالتاكيد هي معركه وعي في المقام الاول. معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، بنشكر حضرتك. شكرا.
الثانية المدين بس الخطة اللي تحت وبشر عندنا عندنا البلح عندنا السكري عندنا الخلاص عندنا النميشي عندنا الشيشي نبت السيف كل ده أصناف ظهرة جديدة أو إحنا سمعناها جديدة الحمد لله بدأت تبشر عندنا أكثر من 30 قطعة فيها بشير وبناء عليه كل اللي صار أو كل اللي بيحصل على المدى بتوعنا إن تحتاج كمية سكر قد إيه والمعاملات الفنية والتفاعة التربية شكرا كل صف يحتاج تعديل بعد ما نشيل محفوظ من هو البروس الشكري وكل درجات عقلية أو طبية أو عام 25 جدا نجهز الأرض المحفوظ الشكري حتى أزرع أنزع تطبيق حتى أزرع بعد كده نبدأ بسيط أزرع محاصيل الخضار الناس اللي هو الحمد لله احنا وصلنا لمليون نخل اولي في القطاع برضه فيهم 2.5 مليون نخلة مع رصاص مليون بتاع الخاص مليون نخلة فانا الحمد لله بالدول برضه نجح عندنا برضه وحولنا واحد سعودي جاب تم عجبه في المدينة وجاب الخلاص وجاب الصبعي ونجح نفسه ده احنا ممكن الحاجات دي بتبقى ليها اسعار عالية يعني زي الخلاص والصبعي وعجبه في المدينة دي اهم عجبه اللي هي عجبه في المدينة اول مرة تزرع في مصر
إذن مشاهدينا الكرام، نحن أمام موسم جديد لحصاد القمح، من المتوقع فيه إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين طن من القمح من الذهب الأصفر. تستهدف الدولة المصرية منه استلام حوالي 6 ملايين طن، وذلك من خلال تقديم حزم كبيرة وحوافز وتيسيرات لتشجيع المزارعين والفلاحين على توريد القمح. الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تتخذ نهج الخطوات الاستباقية، وذلك لمواجهة الأزمات قبل حدوثها. فاستطاعت مصر مواجهة الأزمات العالمية الطاحنة التي عصفت بالاقتصاد العالمي وهددت أمن واستقرار الكثير من الدول، وكانت على رأس هذه الأزمات أزمة فيروس كورونا ثم الصراع الروسي الأوكراني. هذا الصراع الذي ارتفع معه معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء ووصل إلى مستويات تاريخية. خطوات استباقية كانت بمثابة طوق النجاة للمصريين في هذا الوقت. فعلى سبيل المثال، كانت الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح في 2014 تصل إلى نحو 1,200,000 طن، وجاء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المشروع القومي للصوامع. هذا المشروع الذي تضمن إنشاء 50 صومعة في مختلف محافظات الجمهورية لتتضاعف الطاقة الاستيعابية وتزيد السعة وتزداد السعة التخزينية حتى وصلت إلى 3,400,000 طن في عام 2021. هذه الجهود لم تتوقف عندها الدولة المصرية، فمن المستهدف أن تصل السعة التخزينية للصوامع لنحو 5,500,000 طن. ومع التوسع في الإنشاء، سيتم افتتاح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس 7 صوامع جديدة. هذه الصوامع متواجدة على النحو التالي: صومعة عرب الأوليقات بالقليوبية بسعة تخزينية تقدر 90,000 طن، صومعة بني سلامة بالجيزة بسعة تخزينية تقدر 60,000 طن، صومعة الصالحية الجديدة بالشرقية بسعة 90,000 طن، صومعة أبو صير بالإسماعيلية بسعة تخزينية تقدر 30,000 طن. وفضلا عن 3 صوامع أخرى بالحمام والخرجة وصان الحجر بإجمالي سعة تخزينية تقدر 150,000 طن.
بعدين سيادتك فندم، لواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، في شهر ديسمبر الماضي يا فندم سيادتك شرفتنا بمناسبة انتهاء موسم الزراعة، واليوم وبمناسبة بدء موسم الحصاد في جميع مزارع الشركة، سيادتك بتشرفنا يا فندم في نفس المكان. رجال الشركة بالكامل يا فندم يقدروا تشريف سيادتك لنا وبيعتبروه هو تكليف بالإضافة إلى كونه تشريف. أستاذنا يا فندم أحد السادة المهندسين هيقوم بشرح المعدات. تمام يا فندم. مهندس أحمد عبد الهادي إبراهيم، مهندس الميتنة الزراعية بالشركة الوطنية للإستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. أستاذن سيادتك يا فندم في تقديم المعدات الموجودة بأرض الاصطفاف. اتجاه الشمال يا فندم في اتجاه السهم المميز باللون الأحمر. على يمين منصة يا فندم وفي اتجاه البيارقة المميزة باللون الأحمر كومباين حصاد والمستخدم في حصاد القمح بمعدل أداء يصل إلى 5 فدان لكل ساعة، عرض التشغيل 7 متر، سعة الخزان 9 طن بنسبة فقد لا تتعدى 1%. يلي يا فندم وفي اتجاه البيارقة المميزة باللون البرتقالي معدات تأمين الحصاد من اليمين إلى اليسار، محراس قرصي 36 قرص، عرض التشغيل 3 متر، يستخدم في فصل وقطع الحرائق. يلي يا فندم لودر سعة الكبشة 3 متر مكعب، يستخدم أيضا في فصل وقطع الحرائق. يلي يا فندم عربة إطفاء، وزن العربة 7 طن، تستخدم لإطفاء جميع أنواع الحرائق. يلي يا فندم عربة إسعاف، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. على يمين ويسار المنصة يا فندم وفي اتجاه البيارق المميزة باللون الأصفر، عربات نقل الغلال سعة العربة الواحدة 50 طن، تحتوي على أبواب سفلية وذلك لتسهيل عملية التفريغ مما توفر الوقت والجهد في نقل الغلال. أي أوامر يا فندم؟ أستاذنا يا فندم في عرض زراعة القمح في مزرعة الشركة. مزرعة توشكا إجمالي المساحة المنزرعة يا فندم 90,000 فدان، تم زراعة منهم 64,000 فدان قمح المميزة باللون الأخضر. طبقا لتخطيط الهيئة الهندسية سيتم إضافة 270,000 فدان في أكتوبر من هذا العام في منطقة الفرع رقم 4 وفي منطقة المسماة الريف المصري وشرق الريف المصري. أثناء تشريف سيادتك لنا يا فندم في الزيارة الأخيرة تم إطلاق المياه في امتداد فرع رقم 1، تمكنت الشركة يا فندم من زراعة ما يزيد على 2,000 فدان في هذه المنطقة. المنطقة دي يا فندم شمال فرع رقم 1 دي مساحتها يا فندم 29,000 فدان. جميع الأجهزة يا فندم مستكملة، المنطقة بالكامل مرفقة. سيتم طبقا للمخطط سيتم استكمال إطلاق المياه في كامل الترعة يوم 30/6 فندم لهذا العام، وبكده يا فندم هتكون المنطقة دي بالكامل من أوائل المناطق اللي سوف تزرع، وهيكون لنا فرصة قدامنا إن احنا نحاول نخدم الأرض كويس جدا فيها. يعني إذا 27,000 فدان يا فندم بالإضافة إلى 270,000، إذا الكمية المساحة اللي تضاف في توشكا 300,000 فدان في أكتوبر القادم بإذن الله. مزرعة شرق العوينات، شرق العوينات يا فندم المساحة 180,000 فدان، تم زراعة منهم هذا العام 145,000 فدان والمميزة بخلفية صفراء. الشركة يا فندم الحمد لله بتضاعف المساحة المنزرعة من عام لعام، فاحتياجنا للتقاوي بيزيد، اعتمدنا الكامل على وزارة الزراعة وفي تعاون كامل يا فندم بيننا وبينهم وفي إدارة التقاوي بالذات، لكن الحجم بيزيد. على سبيل المثال يا فندم احنا في أكتوبر هذا العام الشركة محتاجة 36,000 طن تقاوي، إذا أنا ببعت قمح بحري وبجيب قمح تاني مواصلات، فده تكلفة اقتصادية عليها زيادة. فإحنا رجال الشركة يا فندم بالجهود الذاتية قاموا بإنشاء محطة غربلة وتقاوي. المحطة دي يا فندم تمت بالجهود الذاتية وهتبدأ تحت إشراف وزارة الزراعة وإدارة التقاوي من هذا العام. دي يا فندم هتوفر للشركة من العام ده 70 مليون جنيه. إحنا هنعمل نفس التجربة يا فندم في توشكا إن شاء الله العام القادم، لكن مع زيادة المساحة إذا احتياجي بيزيد. العوانات يا فندم متميزة في زراعتها. إحنا بالإضافة للقمح وبالإضافة للذرة إحنا عندنا زراعات الفول السوداني تشتهر به لمزرعة العوانات، أيضا زراعات البطاطس يا فندم. البطاطس من أهم الزراعات المنتشرة أو المشهورة بها العوانات هي البطاطس، وعشان كده يا فندم إحنا صدقنا من سيادتك على إنشاء تلاجة تقاوي، ودي أكبر تلاجة موجودة في المنطقة 64,000 طن. دي فعلا يا فندم تم استغلالها
كتشغيل تجريبي من 15/4 الجاري، بتخدم جميع المستثمرين يا فندم اللي في المنطقه بالاضافه الى الشركه. احنا عندنا في الشركه يا فندم ان شاء الله في شهر اكتوبر القادم هنزرع البطاطس اللي احنا هنحتاجها فيما بعد في المصنع. تم تصديق من سيادتك يا فندم على انشاء مصنع بطاطس في المنطقه، سيتم افتتاحه قبل نهايه العام. نسبه التنفيذ حتى الان 80%، طاقته يا فندم 20 طن ساعه، وان شاء الله يا فندم في نهايه العام هيكون جاهز لافتتاح ان شاء الله يا فندم. ايضا فندم في العوينات احنا اهتمينا سيادتك وجهت بانشاء غابات شجريه من الغابات اللي ذات قيمه، احنا عملنا مشاتل في توشكا وفي العوينات ايضا يا فندم على نفس المستوى. مزرعه الفرافر، مزرعه الفرافر يا فندم هي عباره عن 10 فدان، 7500 فدان منهم ري محوري و2500 فدان ري بالتنقيط. حقيقه يا فندم كان في مشكله في الفرافره، هي مشكله الصرف الزراعي. احنا صدقنا من سيادتك العام الماضي وسيادتك وجهت ان نبدا التجربه. بدانا التجربه يا فندم بحوالي 700 فدان، التجربه نجحت جدا وكان تاثيرها ايجابي لدرجه ان احنا زرعنا الموسم الشتوي اللي هو القمح الحالي اللي نحصده النهارده يا فندم اللي هنحصده النهارده كانت المساحه يا فندم حوالي 4000 فدان. ايضا يا فندم كان في ميزه كويسه في الفرافره وهي ان احنا اعتمدنا على محطه الطاقه الشمسيه. محطه الطاقه الشمسيه دي يا فندم كانت مهمله، احنا استخدمناها من 3 شهور ودي عظمت من قيمه مزرعه الفرافره. مزرعه الفرافره برغم فندم كان ما كناش استخدمها. تمام تمام. ده تمام. احنا استخدمناها من 3 شهور ودي عظمت يا فندم من قيمه مزرعه الفرافره. اسمح لي يا فندم قبل ما نبدا في مزرعه عين داله استاذن من سيادتك في بدء موسم الحصاد. تمام تمام. هو احنا يا فندم هنبدا بالمرحله الثانيه، صدقنا بالمرحله الثانيه بيه. اتفضل. تمام استاذن من سيادتك فندم قبل ما اخلص عين داله نستاذن في بدء موسم الحصاد يا فندم. اتفضل. دكتور عادل. مزرعه عين داله، مزرعه عين داله يا فندم 12500 فدان، احنا زرعنا منها هذا العام 4500 فدان، ان شاء الله يا فندم العام القادم هتوصل ل 6000 فدان، باقي المساحات مخطط لها زراعات اخرى. بنجاح تجربه الصرف الزراعي يا فندم في الفرافره هنطبقها ان شاء الله يا فندم في العام القادم في عين داله. بكده يا فندم باجمالي المساحه المنزرعه في الشركه حوالي 220000 فدان، دي هتحقق لنا يا فندم قمح السنه دي ان شاء الله اكثر من نص مليون طن باذن الله. اكتوبر ان شاء الله يا فندم في اكتوبر القادم باجمالي المساحات اللي زادت في توشكا وباقي المزرعات الاخرى توصل لحوالي نص مليون فدان زراعات. ده يا فندم هيحقق لنا عائد ان شاء الله في 23 من مليون الى مليون وربع طن اجمالي اجمالي. وباذن الله يا فندم رجال الشركه وبدعم سيادتك قادرين كل عام ان يضاعفوا انتاجهم والمساحه بتاعتهم واكثر ان شاء الله وبكل دقة وبكل جدية إن شاء الله يا فندم. شكرا توفيق. نعم.
اشتغل توفيق ولا ايه؟ يلا ابدا اتفضل. اتحرك اتحرك على طول، وخد شمال او خد يمين، خد يمين خد يمين.